ميناء بوزجار بعيني تيموشنت، فضاء بحري يتربع على مساحة تقارب 9 هكتارات. يزاول هنا أكثر من 2000 مهني نشاطهم، مما أصبح اليوم يستدعي إعادة النظر في تهيئته للرفع من كفاءة خدماته وتأهيله لمضاعفة طاقة استيعاب قوارب الصيد ورسوها. سي نورمال تعجبنا هذه الحاجة خاطرش غادي تنقص علينا بزاف معاناة، كيما الطريق كيما هنايا البلاصيطه وين نخيطوا الشبكه، راك تشوف التراب النهار اللي تكون الشتاء ما نقدروش نخيطوا الشبكه، مام لي ترونسبورتير تاع الحوت ثاني يغبنوا، تكون الطريق خاسره وكاع ما يقدروش يخدموا بصعوبه. حاجه مليحه يتنقى البور، تجي فايت على كرعيك ما تنغبنش، تجي فايت على كرعيك تخمم في الغرقه، تخمم في الماء، تخمم بزاف صوالح. وبغية تسهيل مهمة الصيادين وتوفير لهم الحماية من العوامل البحرية، يخضع الميناء لإعادة تهيئة شاملة. اليوم بالعملية هذه اللي قدر مبلغها بأكثر من 7 ملايير سنتيم، رايح إن شاء الله يتغير الوجه الميناء وتقدم كل التسهيلات لمتهني المهنة. تنفيذ مشروع التهيئة الذي انطلقت أشغاله يأتي ضمن الاستراتيجية المينائية التي يعتمدها القطاع لتحديث وعصرنة الموانئ بالجزائر.